الاهلي يفوز على الاسماعيلي 2-0 باداء غريب لربع مباراه على التوالي، ولكن الفوز بيغطي على اداء الاهلي وعقليه موسيماني. يعني اتكلم النهارده بعد كتير قوي على الاهلي وازاي الاهلي هيقابل بالشكل ده ومفيد كلوب في الكونغو، هنتكلم عن كتير في الحلقه. طالما الحلقه دي وصلتك انزل اعمل لايك عشان يوصل اكبر عدد من الناس، اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا نخش بالحلقه. حطني رقم واحد في الانقاصين. النهارده بدا بالاربعة 2-3-1، بدا محمد الشناوي قدامه ياسر ابراهيم وبدر بنون وغياب ايمن اشرف للاجهاد، على الشمال رمضان بيكهام، على اليمين محمد هاني، اثنين في نص الملعب عمرو صليه وعلي ديانج، رباعي هجومي قفشه ومحمد شريف واجاييه وحسين الشحات. في بدايه المباراه الغريب من الاهلي ان الاسماعيلي هو اللي كان ماسك الكوره، هو اللي قريب من الجون، هو اللي خاطر على الاهلي مباراه الشوط الاول او معظم الوقت في الشوط الاول. الاهلي والاسماعيلي الاثنين بيلعبوا في نص ملعب الاهلي، وده مخلينا شكله غريب. الاهلي ما كانش بيعرف يطلع كوره على الارض ليه؟ لان الاسماعيلي كان بيضغط عليه ضغط عالي نوعا ما شويه، او بيضغط من نص ملعبه او من بدايه نص ملعبه. اول ما الاهلي ابتدى يطلع بالكوره من تحت بتلاقي المهاجمين بتوع محمد الشامي وفخر الدين بن يوسف شكر نجيب ابتدوا يضغطوا على المدافعين الاهلي علشان يجبروهم يلعبوا الكوره الطويله، ما يلعبوش كوره على الارض. وده اللي كان بيحصل من الاسماعيلي، اللي هم بيلعبوا كوره طويله كتير جدا في المباراه، وخلوا الاهلي يلعب كوره طويله علشان ما يبديش يبتدي هجمه، والاهلي لو بنى هجمه عارفين الاهلي لو بنى هجمه على الارض تك 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 هيعرف يوصل لجول الاسماعيلي. وده اللي خلى الاهلي في الشوط الاول خطوطه كلها منعزله عن محمد شريف، قفشة وجاي وحسين شحات وعمرو السريه وقالي ديانج، كل دول مفصولين او في انعزال تام ليهم عن شكر نجيب. شكر نجيب اكنه بيحارب لوحده، بيلعب لوحده، بيجري لوحده، بيضغط لوحده، بيجري يعافر على الكوره، لو الكوره اتورت بتقابله بيحاول يطلع ينزلها لتحت، فنزل لتحت ما يلاقيش حد فابتدي هو يجري وراه تاني علشان يلحق يجيبها. فكان الاهلي الشوط الاول شكله غريب لدرجه ان في جيف بعض الاوقات محمد الشناوي ابتدى يتكلم من قبل يقول لهم فوقوا، ابتدوا يضغطوا على الاسماعيلي، بان الاهلي مش عارف يطلع بالكوره من تحت لفوق على الارض، بيلعب كوره طويله. كمان الاسماعيلي لما كان بيلعب مع لما بيبقى الكوره مع الاسماعيلي الاهلي ما بيضغطش عليه، لعيبه الاهلي ما بتضغطش على حامل الكوره، ولو ضغطت على حامل الكوره بتعمل فاول، بتعمل فاول. وده اللي خلى الشوط الاول حسين الشحات يبقى لامع قدام النادي الاهلي، خلى حسين الشحات يجري ويعدي ويشوط ويخش جوه منطقه الجزاء ويعدي من الاول ويعدي الثاني، خلى لعيبه الاسماعيلي تتلمع على الاهلي، زل الاهلي مش عارف يلعب كوره، مش عارف يتملك من الاسماعيلي، مش عارف يضغط على الاسماعيلي. الاسماعيلي المفروض لما معاه كوره في نص ملعبه تلاقي لعيبه الاهلي بتطلع كلها عشان تضغط على الاسماعيلي في نص ملعبه، تستخلص الكوره في نص ملعب الاسماعيلي، ولكن لعيبه الاهلي حتى ما كانتش تضغط في نص ملعبها، مش بتضغط في نص ملعبها. هو تلاقي مبنيه اللعب عمرو سلال ينزل لقلبين الدفاع عشان يستلم الكوره، ياخد الكوره يديها رمضان بيكهام، رمضان بيكهام الطويل مش لحد، هو بيرمي طويل وخلاص، بيرمي الكوره الطويله وخلاص، مش محمد شريف حتى مثلا، او مثلا يلعبها لمحمد شريف، محمد شريف ينزلها بدماغه لقفشه او اجاييه أو حسين الشحات او اي حد، لا هو دخل وحط الكوره اللي هو يلعب كوره طويله وبس والسلام. فالاهلي الشوط الاول كان شكله غريب، كان اللي هو ده الاهلي لربع مباراه على التوالي بنقول الاهلي دي من اسوأ مبارياته. ماتش طلع الجيش قدر يفوز، مباراه سيمبا في تنزانيا قبليها، مباراه سيمبا في تنزانيا وقدر وخسر ساعتها مباراه في تنزانيا، بعدها مباراه طلع الجيش في مصر وبعديها كسب باداء برضه غريب، اداء غريب او تضييع فرص بالجمله قدام فريق كلوب ادى ان انت تتعادل المباراه، وادي ربع مباراه على التوالي بتكسب فيها اي نعم، ولكن اداء غريب من الاهلي. لو الاهلي فضل يقدم الاداء ده في مباريات افريقيا سواء فريق كلوب في الكونغو او سيمبا هنا في مصر الاهلي هيتعثر، الاهلي هنشوف منه نسخه غريبه من وجهه نظري، دي نسخه غريبه. موسيماني من ساعه يعني في بدايته مع الاهلي كان بيلعب بشكل مغاير دلوقتي، مغير تماما دلوقتي، دلوقتي شكل الاهلي غريب نوعا ما بالنسبه لي، انا مش فاهم الاهلي بيحاول يلعب ايه؟ هل بيلعب ضغط عالي؟ طب استحواذ؟ طب كرات طويله؟ طب بيلعب اثنين مهاجمين؟ هيلعب مهاجم واحد، هيلعب بشريف، هيلعب بوالي، هيلعب بمروان؟ موسيماني محتار او موسيماني متلخبط او موسيماني متبركل مش عارف يعمل ايه؟ بنشوف مباراه بوالي بيبدا ومباراه بوالي ما بينزلش اصلا، مباراه محمد شريف بيبدا ومباراه محمد شريف ما بينزلش اصلا، مباراه ثانيه على التوالي اللي مروان بينزل من على الدكه، مباراه فيتا كلوب بينزل جاب جول، مباراه النهارده نزل عمل اسيست، فمروان يحتاج اللي هو ياخد فرصه، لاعب مروان طب يمكن مروان يبقى افضل، ممكن مروان يبقى احسن سواء في الضغط او يعني من وجهه نظري او من اللي انا شايفه ان مروان الوقت الحالي مع الاهلي بيحاول يجتهد، بيحاول يطلع كل اللي عنده، بيحاول اللي هو انا اثبت اقدامي هنا في النادي الاهلي بدل ما امشي واروح لفرق وسط جدول مثلا، لا انا العب النادي الاهلي واحاول ان انا امسك في الفرصه بايدي واسنان. وده اللي بيعمله مروان حاليا، اللي هو كل مباراه بينزل لجول اسيست، ده في الكلوب نزل جاب جول، وقدام النهارده الاسماني جاب اسيست،
هل ممكن المباراه الجايه ضد كلوب يوم الثلاث في الكونغو ينزل مباراه او يبدا بيه اساسي يعمل حاجه؟ الله اعلم. ولكن لازم مروان ياخد فرصه، لازم تدي مروان محسن المباراه اللي جايه فرصه، لابد. الشوط الاول بيخلص 0-0 باداء غريب من الاهلي. انا مش شايف الاهلي يكسب المباراه دي. انا من مباراه الشوط الاول بعد ما الاهلي خرج انا قلت اداء غريب، ولكن كتبت بوست على الفيسبوك كده قلت بالرغم ان الاهلي بيلعب بالاداء الغريب ده ومشكله انه في الاخر هيكسب بالاداء ده، وده وقد كان، وقد كان الاهلي بيلعب مباريات سيئه وبيخسر. الشوط الاول في كوره شكل الاسماعيلي هل هي ضربه جزاء او لا، انا وجهه نظري شايفها ضربه جزاء، ان حسين الشحات عدى بالكوره ومحمد هاني او التحم هو محمد هاني ودخلوا ببعض. انا ممكن تحس وممكن لا، ممكن واحد يشوفها ضربه جزاء وواحد ما يشوفهاش، انا من وجهه نظري شايفها ضربه جزاء. وبرده الشوط الثاني ضربه جزاء بتاعت الاهلي ضربه جزاء، محمد شريف زق الكوره ومحمد هاشم دخل مسك او مش فاكر محمد مجدي تقريبا حارس الاسماعيلي دخل مسك رجل محمد شريف ضربه جزاء، يعني ما فيهاش اي كلام، ما فيهاش اي كلام، ما فيهاش اي اعتراض مثلا، لا ضربه جزاء وحتى راجع في الفار وكده ودخل ضربه جزاء بدري بنوم بيحطها في المعلمه. ولكن قبل ضربه الجزاء دي الاهلي ما كانش ليه شكل في ارض الملعب، ما كانش فيه شكل في ارض الملعب ولا لعيبه، يعني اللعيبه اللي ممكن ترجع تدافع، ولكن اللاعبين تبقى في التدريب الهجومي في جمل محفوظه، لا ده ما شفتوش النهارده بصراحه في الاهلي من وجهه نظري. انا ما شفتش الشكل ده للاهلي. الاهلي اللي انا متعود منه انه بينزل مباريات في بدايه المباراه ويبقى ضاغط ضغط عالي وابتدي يستخلص الكوره من كل حته في الملعب، والكوره كانت معايا واستخلصت منه وفريق الخصم ابتدى يضغط من كل حته كل حته كل حته علشان يسترجع الكوره من جديد ويبتدي يهاجم الفريق. ولكن النهارده ضد الاسماعيلي الاهلي ما عملش كده، الاهلي كان واقف في نص ملعبه مستني الاسماعيلي يجي له علشان ياخد الكوره يلعبها الطويله. هل ده تعليمات من موسيماني اللي هو يلعب الكوره طول قدام الاسماعيلي؟ انا مش عارف. انت بتلعب مع كل احترامي، مع كل احترامي للاسماعيلي، انت بتلعب فريق في المركز ال 16، يعني لو ضغطت عليه وقرفته ابتديت تستخلص الكوره من نص ملعبه وتهدد مرمى واحد واثنين وشوط من بره المنطقه وعرضيات وكل الكلام ده تقدر تهدد، تقدر تجيب في جون واثنين وثلاثه. ولكن اداء الاهلي مش عارف، اداء الاهلي هل اللاعبين مقصره في شيء ولا موسيماني؟ انا من وجهه نظري شايف ان ده موسيماني، تكتيك موسيماني. موسيماني موسيماني اكيد مش هيقول للعيبه في اوضه اللبس انزلوا العبوا ضغط اقل، اللعيبه تقف في نص ملعبها تستنى الاسماعيلي. ده مش اكيد. وفي بعض العناصر من اللاعبين يعني لازم موسيماني يفكر اللي هو يريحهم ويقعدهم على الدكه شويه. اول لاعب هو مجدي قفشه، محمد مجدي قفشه من يوم ماتش الاهلي في الزمالك في الفاينل يوم 27 في نوفمبر وهو كده وحش، ما بيأديش اي حاجه، ما بيديش اي استفاده للاهلي ولا هجوميا ولا دفاعيا. الهجوميا بيبطئ اللعبه تماما وبيعمل ميس باص، دفاعيا ما بيقدرش يساعد نص الملعب في الادوار الدفاعيه. فمحمد مجدي قفشه دلوقتي مش مفيد للاهلي، مش مفيد من وجهه نظر الاهلي، فلازم محمد مجدي قفشه يريح شويه يلعب مكان ناصر ماهر ممكن يفيد الاهلي اكتر. اللاعب الثاني اللي انت لازم تريحه قدام مجدي الدكه حسين الشحات، ادي فرصه لطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر انا متاكد لو لعب مكان حسين الشحات هيعمل اداء افضل من حسين الشحات بمراحل، بمراحل كبيره، بمراحل كتيره من وجهه نظري. ففي بعض العناصر من الملعب ممكن لو اتغيرت نشوف شكل مغاير للاهلي. اللعبه دي اللي هي مثلا موجوده في مركزها، احنا كده كده ضامنين مركزنا، كده كده هنلعب في اي اداء هنأديه، كده كده هنخش المباراه هنبقى اساسيين. ولكن لازم موسيماني يخش في موقف، يدي موقف للعيبه دي، انت لاعب سيء هتقعد على الدكه وهلعب بلاعب تاني غيرك. سكواد ديبث بتاع الاهلي كبير، سكواد ديبث الاهلي عنده سكواد ديبث كبير قوي، ومهاجمين عن 3 4 باك رايت 2 باك ليفت 2. لا الاهلي فريق تقيل كسكواد، فريق تقيل. فموسيماني قدم الاداء ده والرابع مباراه على التوالي، اثنين في افريقيا واحد يخسر واحد يتعادل واثنين في الدوري يكسبهم باداء هزيل، ده شيء غريب، ده شيء غريب بصراحه من وجهه نظري. الاهلي بيفوز بيقترب اكتر من الصداره تقريبا، قدامه مباراه او مباراتين وجليل لو كسبها هو في الصداره وتقدم على الزمالك بثلاثه بونت، فالاهلي ماشي بخطه ثابته في الدوري. في الاخر النتائج اللي تتكلم، انا بكسب مباراه بعيدا عن الاداء، انا كسبان مباراه خدت 3 بونت هركب الدوري وهتصدر الدوري. الاداء دون انا وجهه نظري قدام شويه اكيد في فريق ممكن يوقع الاهلي بالاداء اللي احنا بنشوفه ده اكيد، ولكن امتى او مين الفريق ده الله اعلم. هل الاهلي هيفضل شغال بالشكل ده؟ الله اعلم برضه، هنشوف المباراه اللي جايه. المباراه الجايه ضد فيتي كلوب في الكونغو مباراه تبقى صعبه جدا جدا جدا، مباراه تبقى الصبح في درجه حراره عاليه، ارضيه ملعب نجيل صناعي، فالجلتان هيطلع صهد على اللعيبه، فمباراه هتبقى من اصعب المباريات على النادي الاهلي. ولكن كل التوفيق في مباراه فيتي كلوب، والنهارده مبروك لكل الاهلاويه 3 بونت في مباراه الاسماعيلي. وفي الاول والاخر ده كان راي شخص واحد اللي هو انا في مباراه الاسماعيلي والاهلي، قول لي رايك انت في المباراه في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل الايام اللي جايه او المباريات اللي جايه اداء الاهلي هيتحسن ولا الشكل هيفضل كده لحد ما موسيماني يمشي؟ قول لي رايك وتوقعك في الكومنتس. ولو حلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان يوصل الحلقه لاكبر عدد من الناس،
ولو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في قناه على الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتنا في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك وتويتر على تويتر. كان معاكم مصطفى، الحلقه الجايه سلام.